احنا على مستوى العالم بقى في الرياضة دي واصلين لفين؟ الجوجيتسو يعتبر مصر بدأت تتحط على خريطة العالم فيه، لأن مصر يعتبر من الدول القوية جدا في الجوجيتسو، وفيها لعيبة قوية جدا جدا بينافسوا في الرياضة دي. مصر نظمت أكبر بطولتين لفئة الجوجيتسو في أبو ظبي، يعني استضافت النسخة بتاعت البطولة لمصر، وعملت بطولة قوية جدا وكسرت الدنيا، سواء في بطولة العالم أو بطولة أفريقيا اللي هي الاي جي بي. يعني احنا ماشيين، أنا شايف إن الدنيا ماشية كويس، والجيجيتسو بدأ ينتشر بصورة أوسع وأكبر الفترة اللي فاتت. يعني حلو، مع الانتشار الواسع ده ومع الرانكينجز اللي بتحصل ومع الميداليات اللي بتجيبها لمصر، تمام، المعسكرات واستعداداتك كبطل لازم تكون ليها برنامج، ولازم ايوه يكون ليها كمان، مش هقول سبونسر، بس ليها تغطيه، سواء ايوه بقى من سبونسر، وطبعا ده انا عارفه مش متوفر، او من الاتحاد او ايوه من الوزاره. انا اوكي، فهل ده متوفر ولا كمان المعسكرات بتبقى على حسابكم؟ وهل اصلا انت عايز معسكرات داخليه فقط ولا كمان لازم معسكرات خارجيه؟ مبدئيا المعسكرات، لما بيكون في بطولة قريبة مثلا كبيرة، بنتجمع في معسكر، وبنعسكر مثلا ما يقارب لشهر أو شهر ونص في المركز الأولمبي في المعادي، داخلي كله ده يعني. داخلي. بنبدأ إن احنا نتعد بدنيا ونفسيا، إن احنا نطلع يعني نلعب باسم مصر بره. بس حتة الاحتكاكات بره دي مش قد كده برضو، دي حاجة يعني أنا شايفها إن هي حاجة كويسة جدا وهتفرق مع كل اللعيبة. أكيد يعني طبعا. احنا